بسم الله أبو الابن والروح القدس الإله الواحد آمين. إنجيل نهار الأربعاء لوقا 5 من 33 ل 39. قال الكتبة والفريسيون ليسوع: تلاميذ يوحنا يصومون كثيرا ويرفعون الطلبات ومثلهم تلاميذ الفريسيين، أما تلاميذك فيأكلون ويشربون. فقال لهم يسوع: هل تستطيعون أن تجعلوا بني العرس يصومون والعريس معهم؟ ولكن ستأتي أيام يكون فيها العريس قد رفع من بينهم، حينئذ في تلك الأيام يصومون. وقال لهم أيضا مثلا: لا أحد يقتطع رقعة من ثوب جديد ويرقع بها ثوبا باليا، وإلا فإنه يمزق الجديد، والرقعة التي يقتطعها منه لا تتلاءم مع الثوب البالي. ولا أحد يضع خمرة جديدة في زقاق رقيقة، وإلا فالخمرة الجديدة تشق الزقاق، فتراق الخمرة وتتلف الزقاق، بل يجب أن توضع الخمرة الجديدة في زقاق جديدة. ولا أحد يشرب خمرة معتقة ويبتغي خمرة جديدة، بل يقول: المعتقة أطيب. كلام الرب. من الأحكام المتسرعة إلى الحكم الصحيح. 1. الابتعاد عن الأحكام الظالمة. 2. لكل موقف أعطيه حكمه. 2. تجنب الأحكام على الآخرين والتركيز دائما على المسيح. الابتعاد عن الأحكام الظالمة. مرة كان المسيح معزوم على الأكل عند لاوي اللي صار متى فيما بعد، وكان عزم له لاوي أصحابه وزملائه بالشغل واللي هني كانوا عشارين. بهالمناسبة ما قدر الفريسيين وكتبتهم إلا يطلوا ويتلصلصوا على المسيح وعلى تلاميذه، ولأنه كانوا يعتقدوا إنه تعاليم المسيح الجديد ما بتتناسب مع تقاليدهم وشكليات المبادئ اللي تعودوا هني عليها، واعتبروا إنه كل حدا بيزيع عنها بيكون مغلط وعم يبتعد عن شريعة ربنا. أصحابنا إذا الفريسيين كان عندهم ملاحظات على مصر تلاميذ المسيح، ولكن هالملاحظات كانت تحمل أحكام مسبقة إما على المسيح إما على تلاميذه. ولأنهم كانوا يلاحظوا إنه تلاميذ المسيح مش عم بيصوموا بحسب تقاليدهم وعاداتهم، سؤالهم كان هو ليش وشو السبب؟ أما الإشكالية فكانت إنه الاستفسار عن الصوم ما كان فعلا بقصد الاستفسار بقدر ما كان شكوى بطريقته بلهجته. إذا نحن أمام حكم متسرع وظالم. نعم، خصوم يسوع كمان مرة ما كانوا مستعدين ينظروا للأمور بعين جديدة، خاصة أنه أمام معلم مميز وتعاليمه مجددة بكل معنى الكلمة. فيا رب ما تسمح يكون مثل الفريسيين، وما خاصة نتسرع بأسئلتنا وبسرعة نحولها إلى شكاوي وأحكام مسبقة وظالمة، وبالأخص بالأيام الصعبة والقاسية اللي عم نعيشها مع شركائنا بالوطن. يا رب بدل هالأحكام الظالمة والمتسرعة علمنا التضامن والتعاضد، وساعدنا نتزين بالمسؤولية والحكمة حتى نساهم كلنا بإنقاذ هالوطن. 2. لكل موقف أعطيه حكمه. جواب المسيح على شكوى الفريسيين كان كتير بسيط، هو إنه في وقت للصوم وفي وقت للأكل. هذا مع العلم إنه في أشخاص عنده دعوة خاصة للزهد والتقشف، بينما الأكثرية بتعيش حياة طبيعية. أما الأفضل بالنسبة للعامة فهو أنه المؤمن يتبع الرزنامة الطقسية اللي بتعطينا أوقات للصوم والحرمان والتقشف ومساعدة الفقير. أما أكثرية الأيام فالإنسان مدعو فيها يعيش بشكل عادي، ولكن بدون ما يستسلم للشراهة إن كان بالأكل أو بالشرب. وأحيانا نحن مدعوين حتى نفرح مع عريسنا السماوي وننبسط بالأكل المميز مثلا على الميلاد وعلى الفصح، ليش لا؟ أما بزمن الصوم
وقبل الأعياد الكبرى، وبحسب توجيهات الكنيسي فنحن مدعوين لتطهير قلوبنا وتنقية ضمائرنا والتوبة والاعتراف والتضامن أيضا مع الفقير والمحتاج، ونحرم حالنا من أمور مليحة حتى نكون قريبين للإنسان اللي ما عنده شيء. نعم، أعطينا يا رب نبقى مصغيين لكنيستك، وبتوجيهاتها نبقى قريبين منك ومن كل حدا، ونعيش حياتنا اليومية تحت أنظارك وبإصغاء لتعاليم الكنيسة وتقاليدنا بالصوم والإباتات وممارسة الأسرار. اخدين بعين الاعتبار وصية بولس لإلنا: افرحوا مع الفرحين وابكوا مع الباكين، أو إن أكلتم أو شربتم فافعلوا كل شيء لمجد الله وشكره وخلاص النفوس. الثلاثة: تجنب الأحكام المسبقة والتركيز على المسيح. نعم، بإنجيل اليوم يسوع بيعرض علينا تحدي بشكل مثل، فالصور اللي بيستعملها رقعة وتوم وخمرة وزقاق أو وعاء بيطلبوا منا نفكر ونتصرف بطريقة جديدة ونطلع من الروتين اللي نحن معودين عليه، وخاصة الروتين اللي بيعيشنا الإيمان بطريقة فاتري وبكسل، وبنتعود على هالشي وما بحب ما بنحب نطلع منه. والأبشع من هذا كله إذا كنا بنتعود على خطايانا، حتى نتبع المسيح ونعيش البشارة الجديدة مطلوب منا دائما نعمل مثل ما بيقلنا مار بولس الرسول: نخلع الإنسان العتيق وشهواته، نلبس الإنسان الجديد المدعو حتى يكون على صورة خالقه، خاصة كولوسي 3. هالأمر كان بيطلب من الفريسيين إذن يطلعوا من الشكليات والمفاهيم الضيقة والأحكام المسبقة. أما بالنسبة للاوي وزملائه فكان مطلوب أيضا يتخلوا عن حياتهم المحض مادية وزعبراتهم ورزائلهم. يا رب صعب علينا نتخلى عن الإنسان العتيق اللي فينا، مثل ما هو صعب نتخلص من أحكامنا المسبقة والمتسرعة. أيدنا بروحك القدوس حتى نتبنى دايما تعاليمك ونعيش إنجيلك ونسند حياتنا عليك ونتبنى مواقفك، وبكل عمل نقوم فيه يكونوا عينينا مركزين عليك يا رب. فكلمتك يا سيدي بتقودنا للحق، وبالأخص إذا كانت مقدمة لإلنا ومفسرة من الكنيسة ومكتوبة من الروح القدس على صفحات قلوبنا. أعطينا بشفاعة الشهيدين إبريانوس وإخته يوستينا اللي بنعيدهم اليوم، أنت تكون دايما عريسنا الأبهى وكلمتك هي الأجمل، ونحبك مثل ما حبك شهدائك يا أغلى من الحياة. أمين.